السعود اليوم يرتكبون جريمة بشعة بإعدام جماعي لمجموعة من الشباب والكوادر من أبناء القطيف والأحساء والمدينة المنورة. إن جرائم آل سعود اليوم سواء في المنطقة الشرقية أو في اليمن أو تآمرهم على الأمة وعلى قضية الأمة فلسطين ومحاولتهم زعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة بمساعدة الأمريكان هي خيانة عظمى للأمة. إن هذه الخيانة العظمى وهذا التمادي من آل سعود لا يمكن أن يحدث من دون الضوء الأخضر للسيد الأمريكي. السيد الأمريكي اليوم يريد أن يصعد في المنطقة ويريد أن يسحق جماجم الأبرياء من أجل مصالح الأمريكان في المنطقة، متوهمين بأن هذا الفعل ومساندة الطغاة من أمثال آل سعود وآل خليفة وغيرهم سوف يضمن للأمريكان أن يهيمنوا وتستمر هيمنتهم على المنطقة، ولكنه هذا الوهم سوف يتبخر وقوة محور المقاومة ستواصل في تصديها لمثل هذه الأنظمة الرعناء التي تمارس القتل على الهوية وعلى المذهب والتي تبيع نفسها للسيد الأمريكي وللعملاء والصهاينة في المنطقة.